اليوم رانا مع مولود جديد لوكالة بني طلحة للسياحة وأصفار، مجمع بني طلحة إن صحت التسمية. اليوم رانا في مارافال، فرع جديد لوكالة بني طلحة للسياحة والأصفار، ولأخت اسمها مديرة الفرع، فنقول لها يعني مبروك عليك هذا الفرع، إن شاء الله تكوني قد المسؤولية اللي أنا نعطوها لك إن شاء الله بإذن الله، ونعرف لي قدها وقدها إن شاء الله بالتوفيق. وهذا يدخل في ضمن مجمع للتوسيعات المشروع، توسيعة مشروع بني طلحة للسياحة والأصفار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بكم بافتتاح فرع وكالة بني طلحة، فرع اسمهان مارافال. مرحبا بكم، الوكالة تاعنا مختصة في العمرة والحج لخدمة ضيوف الرحمن، ونتشرف بحضوركم ومرحبا بكم عندنا في مارافال. هذه عمرة مجانية، هذه الأم تاعي سبحان الله، هذه يومين راها مريضة شاءت الأقدار أن تفتح هذا الفرع من أجل أن تخلو ماء الحجيج والمعتمرين، وهي من أعمال الصالحات، نحن نوجه الناس لعبادة الله عز وجل، فهذه الأعمال ينبغي أن تنتشر في ربوع الوطن حتى نجعل حدا لأولئك الذين يبتغون الفساد في دنيا الناس. فهؤلاء لبوا نداء سيدنا إبراهيم وألف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فهذه من أعمال أسأل الله أن تكون في موازين حسناتكم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، هنيئا لنا وهنيئا لكم وهنيئا للأخت اسمها بفتح فرع جديد ومولود جديد لوكالة بني طلحة للسياحة والأصفار، فرع مارافال. فمرحبا بكم في عروض جديدة، فنادق قريبة وبعيدة عن الحرم، طائرات مباشرة وغير مباشرة. نقولكم إن شاء الله تكون بادرة خير ويكون فتح مبين إن شاء الله، ومرحبا بالجميع.